يبلغ تعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 30 مليون نسمة، ومن المتوقع له أن يتضاعف خلال العقدين القادمين. ومعظم الإنماء المديني والذي سيستوعب هذه الزيادة في السكان سيحدث داخل نطاق 10 إلى 15 كيلومتر من المنطقة الساحلية، وستنشأ غالبية المرافق الحضرية العامة الجديدة للاستجمام والنشاط التجاري والترفيه على شواطئ الخليج نفسه. وستصبح أراضي الواجهات المائية المتوافرة أكثر ندرة وأعلى سعراً، ولذا فإن أراضي الواجهة المائية التي سينشئها الإنسان ستغدو هي السائدة وبصورة متزايدة. وسيحدث هذا باستصلاح الأراضي، بحيث تمتد كتلة الأراضي إلى داخل مناطق المياه، أو بكسح كتلة الأرض ومد المياه نحو الداخل. ومن الطبيعي أن يشجع هذا التوجه نحو الاستخدام العام الأوسع للواجهات المائية على إنماء تجاري أكبر للواجهة المائية، لأن مركز تنقل سكان السوق سيتحول تجاه حافة الماء، وبعيداً عن المراكز التجارية المزدحمة الواقعة داخل المدينة في الوقت الحاضر. ستضمن الأنشطة الإنمائية للواجهات المائية تزاوجاً بين القطاعين العام والخاص من الناحية المالية والتنظيمية. كذلك ستشهد الاتجاهات المتغيرة في المجتمعات المحكومة مركزياً نحو خصخصة أو تحرير الاستثمار الاقتصادي
لأراضي الواجهات المائية. لكن من بين الفرص التي تقدمها مشاريع الواجهات المائية في تعزيز الأفكار والمفاهيم الجديدة في المنجزات العلمية والفلسفية والجمالية، أين المؤثر في الفكر المعماري؟ فالعالم الغربي تحرك بخطى حثيثة من القرن العشرين الذي يتميز في العمارة بالحداثة بصفة رئيسية، ومؤخراً بما بعد العصرية إلى القرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت تتوافر لدينا بالفعل لمحات من مشهد رحب جديد للفكر التصميمي المعماري. وقد وصف الأخير أحياناً على أنه ما بعد البنائية، وأحياناً أخرى على أنه التفكيكية. أما هنا في الخليج، حيث منذ 50 عاماً فقط كانت العمارة التقليدية للمنطقة هي القاعدة، فإن تحدي فكر الألفية الجديدة للتصورات التقليدية للعالم الإسلامي ومفاهيمه التاريخية سوف يمثل فرصة واسعة للدخول في تكامل جديد بين كل من الوعي الاجتماعي والنتاج المعماري. على الرغم من أن مفهوم القيود كارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض قد شهد مناقشات ساخنة، ولأن القليل جداً من التقدم في الإجراءات الوقائية قد أحرز بالفعل، فإنه سيكون افتراضاً مأموناً أن نقول إن هذا الارتفاع المتوقع في مستوى البحر سيحدث خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية ومباني مشاريع الواجهات البحرية، وسيكون للمشاكل المرتبطة بالبيئة والصحة العامة والرفاهية الاجتماعية شأن خطير. وعموماً سيكون هناك انتقال كبير في ديموغرافيتنا الاجتماعية والاقتصادية إلى واجهاتنا المائية، مع تغييرها لوظيفتها تصبح مناطق أرفع مستواً طبقياً، وسوف تواجه صور وأساليب الحياة المهمة مثل مرافق قوارب الصيد والشواطئ المنعزلة تحدياً ومجابهة مع أصحاب الياقات البيضاء ومراكز الترفيه والتسلية. وما لم نتمكن من تحديد القيم والرؤى المشتركة والبرامج بحساسية بين متطلبات الطبقات الاجتماعية المختلفة، فإن القيد الأعظم خطر، والذي يمكن أن يواجهنا في الخليج سيتمثل في عالم الغايات والمثل المتضاربة. لذا فإن عمليات الإنماء في الواجهة المائية سيتعين أن تكون إبداعية للغاية ومتطورة في برمجتها، لكي تستفيد لأقصى الحدود من الفرص والقيود العديدة الكامنة، وعلى أنها ستمثل بشكل أو بآخر أحد الاتجاهات والموجات الرئيسية للمستقبل. ولن يكون كافياً قصر استخدام حافة الماء على أنشطة التجزئة التجارية، فعمليات الإنماء مختلطة الاستخدام والتي تجمع بين الأنشطة المتصلة بالبحر والتجزئة التجارية والترفيهية والأغذية وتمضية أوقات الفراغ،
سيتعين أن تدمج مع وظائف استخدام الأراضي للأغراض السكنية والدينية والثقافية والتعليمية التي أحسن اختيار أماكنها، ولأنه ستكون هناك حاجة كبيرة لوصول وسائل النقل والمواصلات إلى تلك المواقع المنماة، فيستوجب أن تدرس بعناية بالغة حركة المرور والنقل العام ومواقف الانتظار، وأن تؤطر أماكنها في تخطيطات حدائقية جمالية، وتجري مكاملتها مع التخطيطات المدينية العامة للمناطق المجاورة. كذلك يستوجب على عمليات الإنماء أن تراعي حق الجمهور العام في الوصول إلى حافة الماء واستخدامها، وأن توفر مساحات كافية من الأرض تخصص للاستخدام العام والمجاني لأنشطة الترفيه والنزهة والأنشطة المتصلة بالبحر. مع الطلب المتزايد في بلدان مجلس التعاون الخليجي على المياه الصالحة للشرب والمياه العذبة للزراعة وأعمال تخطيط وتزيين الحدائق، فإن الإمكانات المتعلقة بنظم الطاقة الشاملة والتي تجمع بين تحلية المياه وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والنظام المائي المبرد مركزياً وإعادة استخدام تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة يمكن أن تكون منتجة لنمط حضري جديد وراسخ حينما يتم إنشاء بنى تحتية أكثر دواماً. وسيتعين أن تصمم الإنشاءات والبنى التحتية الجديدة من أجل الزيادات القصوى في مستوى البحر والتغييرات المناخية، وعلى هذا النحو فإن التحديات المعمارية والهندسية لعمليات الإنماء الجديدة للواجهة المائية قادرة على إنتاج موجة جديدة من التصميمات. سيتعين على الاستجابات المعمارية لتلك التحديات أن تكون حساسة ثقافياً للتنوع الكبير في المستخدمين والملاك، فسيكون هناك أولئك الذين ينشدون بيئة تقليدية وهوية معمارية ترتبط بالتراث التاريخي للمكان، بينما سيبحث آخرون عن تعبير أكثر معاصرة ويتسم بتقنية عالية. فما الذي يمكن أن يمثل عوامل توسط بين مناحي الفكر المتنوعة والمشروعة تلك؟ وكيف يمكن لأولئك الذين ينشدون أن يقيمون جسراً يصل بين قطبي الفكر المتباعدين تجنب ضحالة التصميم وخلط الأساليب؟
وكيف يمكن لاندماج ذي معنى وأصيل أن يحدث؟ أم أن الحل هو التعايش المستمر لاختلافات غير قابلة للتسوية؟ لقد كتب لو كوربيزيه أعظم معماري القرن العشرين يقول: العمارة هي عمل يتعلق بالفن وظواهر تخص العواطف التي تقع خارج مسائل البناء وفيما وراءها، فالغرض من العمارة هو أن تحرك مشاعرنا، وتنشأ العاطفة المعمارية حين يكون للعمل رنين في داخلها في تناغم وانسجام مع عالم القوانين التي نطيعها ونعترف بها ونحترمها. إن العمارة في الأساس هي مسألة تناغمات، إنها إبداع خالص للروح. لا يقل عن ذلك أهمية فيما يتعلق بالموقف الجمالي الفلسفي والمناهج والاستراتيجيات المستخدمة في تنفيذ مشاريع الواجهات المائية. ويعد فريق المستشارين المحترفين ذوي الخبرة والمتنوعي التخصص والجذور المحلية القوية والوعي الثقافي المستنير، إضافة إلى الشبكات الدولية المتخصصة المعترف بها في مجالات المشروعات، عوامل أساسية من أجل توفير الخبرة والتمرس اللازمين للإشراف على وتوجيه إدارة المشروع وتصميمه وتنفيذه. وتتضمن استراتيجيات الإدارة التي طبقت بنجاح التوعية العامة فيما يتصل بفرص وقيود الإنماء، وبصفة خاصة إنماء الواجهة المائية، وإنشاء مجالس بلدية متحررة من التعقيدات، وسن القوانين لحماية البيئة، وهيئة حكومية مختصة بعمليات المراجعة والإقرار، واستخدام مواد وتقنيات قابلة للاستمرار، ودائرة تغذية مرتدة لآراء الجمهور العام ومجتمع المتخصصين حول النجاح والفشل النسبيين في عمليات الإنماء الجديدة للواجهة المائية. يلخص مما سبق
إلى أن الاحتمالات المستقبلية لعمليات إنماء الواجهة المائية وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنطقة الخليج مثيرة للاهتمام وحقيقية، فبوصفها بعضاً من أغنى بلدان العالم والضغوط السكانية فيها محدودة نسبياً وفيها تنوع ديموغرافي، وموقعها يتميز على حد وصف بيكي فولر بأنه مركز الثقل الجغرافي لسكان العالم، وهي تقع فضلاً عن ذلك في سياق بيئي يتسم بدرجة قصوى من وطأة الإشعاع الشمسي، فإن على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون في موقع الريادة فيما يتعلق بإدراك مشاكلها الخاصة بالإنماء الطويل المدى وتحويلها إلى فرص حقيقية. فما هي إذن رؤى الخليج لمدننا في القرن الحادي والعشرين وعمارتها وأساليب الحياة فيها؟ وإن الإجابات والاستراتيجيات تبشر بإمكانية أن تكون مجددة للخطى من زاوية تنظيم المشروعات ومن الناحية العلمية والمهنية والاجتماعية، ولكن هل ستتعامل أيضاً بنفس الكفاية مع مسائل الهوية الجمالية والثقافية كتراث المنطقة؟